وانا عايز اسال سؤال برضو، هو المنتخب هيجهز ازاي؟ هيتجهز ازاي خلال الفتره اللي جايه؟ معظم اللاعبين هيبقوا واخدين اجازه، فانت محتاج مدير فني يتابع اللي بيحصل، ان او يبقى عارف ان كان في ضغط مباريات الفتره السابقه، وبعدين لعبنا المباراتين بتوع انجولا والجابون، وبعدين خدنا راحه اسبوعين، لانه اعتقد ان موسيماني 100% مثلا بالنسبه للاعيبه الاهلي هيمد الاجازه بتاعتهم اسبوع او 10 ايام كمان. فهل هيبدا مع النادي الاهلي ولا هتروح المنتخب، ولا مدرب المنتخب هيشوف ايه، ولا هيرجعوا يجهزوا عشان مباريات الكاس؟ فالحقيقه الامور داخله في بعض. خد بال حضرتك ولجمهور الاهلي، انت عندك 7 من التشكيله الاساسيه في مباراه الجابون الاخيره لاعبوا النادي الاهلي. طيب يبقى مين اكتر حد ظلم في هذا الامر او واضح عليه التعب في هذا الامر؟ هو لاعب النادي الاهلي. واضحه وصريحه. واضحه وصريحه. فانا دلوقتي برضو بسال، لازم تجيب مدير فني، لازم تخلص بسرعه جدا جهاز المدير الفني اللي جاي، على الاقل حط جهاز مصري، لو هتجيب مدير فني اجنبي حط الجهاز اللي هيشتغل معاه عشان يبقى بيتفرج وبيشوف وبيعرف ويبقى عارف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، عشان لما الراجل يجي لو بتتفاوض مع مدير فني اجنبي يبقى جاي على بينه، هيبقى عنده ناس شايفه وعارفه. لكن بهذا الشكل الله يكون في عونهم، برضو الامور متداخله بشكل او باخر في كل شيء، مباريات الكاس، على تحضير لمباريات الكاس، على المباراتين المهمين جدا دلوقتي، اصبحوا مباراتين مهمين جدا، مباراه ليبيا هنا وهناك، دي هتبقى هي زي ما قلت لحضراتكم مفتاح ان شاء الله الصعود الى الدور الاقصائي في مارس القادم. لخبطه كتيره جدا في البدايه، نتمنى ان يتم وضع النقاط على الحروف خلال، يعني انا كنت متخيل ان النهارده من الصبح بالليل هيتم الاختيار، لانه بالفعل كان هناك بنسبه 80-90% فنجده، ضياء السيد، محمد شوقي، عصام الحضري، والجهاز الطبي مكمل والجهاز الاداري مكمل،